بعد معارك عنيفة مع تنظيم داعش من الله علينا بدخول مدينة الراعي، هذه المدينة الاستراتيجية حيث تبعد عن مدينة الباب 30 كيلومتر وتشكل معقل كبير لتنظيم داعش، يوجد فيها عدد من المغارات وكذلك عدد من الأمراء، ولهذا استمرت التنظيم في الدفاع عنها، ولكننا تمكنا بفضل من الله دخول هذه المدينة والسيطرة عليها. أبو عدنان، هل كان هناك قتلى لتنظيم الدولة في بلدة الراعي؟ نعم، كان هناك عدد من القتلى وكذلك عدد من الأسرى، والبغي ما تبقى منهم انسحب في اتجاه مدينة الباب. البعض يتحدث عن استهداف الجيش الحر بعدد من المفخخات، كم مفخخة تم استهداف بلدة الراعي ومحيطة من قبل تنظيم الدولة؟ يعني على ما أعتقد أكثر من 3 مفخخات، واحدة بجانب الصوامع وأخرى بالغرب من المسجد، وكما تم استهداف تل سفير بمفخخة جاءت من قرية جنوب مدينة الراعي. ما هي الغنائم التي اغتنمتموها من قبل تنظيم الدولة؟ يوجد هناك عدد من الغنائم يعني، ولكن ليس بالأسلحة الثقيلة، بكامات دفع رباعي وسيارات وكذلك أسلحة خفيفة. أبو عدنان، متى يتم تأهيل بلدة الراعي من حيث المدنيين ويتم إرجاع المدنيين إلى هذه القرى من بلدة الراعي إلى مدينة عزاز؟ أولا سيتم تنظيف المدينة من مخلفات داعش من المفخخات وغيرها وتأمين مستلزمات العيش، ثم نسمح للمدنيين بدخول المدينة والعيش فيها. هل كان في بلدة الراعي ألغام كما باقي القرى؟ نعم، يوجد فيها عدد من الألغام لكنها أقل من القرى الأخرى، لأن التنظيم لم يركز كثيرا، لم يجعلها خط دفاع أول لأنه انسحب من القرى السابقة، ولذلك لم يفخخ كامل المدينة، ولكن الممرات الرئيسية قاموا بتفخيخها فقط. شكرا أبو عدنان، أحد قيادي فيلق الشام العاملة تحت غرفة عمليات حوار كلز. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.